نمشيو ناخذ معنا مكالمات المستمعين. نبداو من ديز مراكش للنزهة. مرحبا بك للنزهة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عفاك استاذ احليمي، انا عندي واحد السؤال ديالي اللي هو ماشي في الموضوع نتاع اليوم. مرحبا. الوالده ديالي مؤخرا فقدت البوا ديالها بواحد الشكل اللي هو كبير، تقريبا كانت عندها 70 كيلو، دابا ولات كتوزن 50 كيلو. ماشي نعم، كانت كتوزن 70 كيلو، دابا ولات كتوزن 50 كيلو. مشينا عند الطبيب باش نديرو شي بيلون باش نشوفو اشنو كان، لقينا بان عندها فقر الدم. اها، شحال عندها هيموغلوبين؟ الهيموغلوبين كانوا عندها 3.57. لا الهيموغلوبين 9.10. داكوغ. اها، 9.10. هادو التحاليل تاع هاد الشهر هذا تاع اسمح لي، من 70 كيلو حتى ل 50 كيلو في ظرف شحال المده طيحت هاد 20 كيلو؟ اش غنقول لك، دابا حين حنا معاها في الدار بحال ما كنلاحظوش هذاك البوا اللي كانت غاديو كتفقدو، حتى ان سيغتان طون لقينا صافي. اللي جات كي زعما كي تدرشا كيفاش كانت السيده هكا تولي عندها هاد البوا، وافيكتيمون بان فيها بزاف. واخا الشهيه ديالها كي دايره؟ الشهيه ديالها شويه عاديه. لا عاديه يعني ما كاينش شي تغيير في الرغبه ديالها في الاكل، ولا مثلا قطعت لكم الماكله ولا واحد لقيت حيت كانت واحد الاخت ديالي شويه عيانه قطعت الماكله، ما بقاتش عندها كيما كانت، نقصات عندها الماكله. السنين ديالها كي دايرين؟ سنان عند سنان مزيانين؟ مزيانين. لا مزيانين. واخا درتو لها ان بيلون؟ درنا ان بيلون، لقينا عندها فقر الدم، عطاتها الطبيبه الكومبليمون تاع الفيغ نتاع تدوم وهي كتاكلو. من بعد عاوتاني درنا التحليله، دابا لقينا زاد نقص شويه. واخا كتحرك؟ كتحرك عادي، يعني ماشي كدير شي اكتيفيتي ولا لا. دابا يتخزن ديال السكر، اننا نشوفو عاوتاني الغاسترو. الغاسترو وي. الخزان ديال السكر درتو لها؟ درتو لها الخزان ديال السكر؟ الخزان درنا لها نتاع السكر، كنا لقينا فيه خمسة. أيا جيد جيد. أها، لا الكلاوي تاهما درتي لهم تحليل اليوغي والكرياتينين تاهما درتيهم؟ اه كنا درناهم، كانوا مزيانين، تي اس اش مزيانين. جرتهم الحالة زوينة؟ هاد الشيء اللي غادي نديرو واقيلا دابا حين تصيفطتنا عند الكاسترو، قالت لك غيقدر يكون مشكل تاع لابسوربسيون تاع الفيغ، غنشوف واش كاين الاش بي ولا. واخا من فوقاش بدات الحديد؟ بجينا من شهر 7 وما كاينش شي تحسن. لا ما كاين حتى شي تحسن، بالعكس زاد نقص شويه على التحليل اللي كنا درنا ديك الساعه في شهر 6. نعم. عندها القبض؟ لا ماشي بزاف. لا يعني ماشي بزاف، يعني كتخرج دو جوغ في النهار، باردون دو فوا في النهار. كيجيها القبض فاش بدات كتاخذ هاد الكومبليمون تاع الفيغ. فوالا هاد اللي بغيت نوصل له انا بالضبط، لان هاد الحديد هذا غيدير لها القبض سيرتو الا ما كانتش كتحرك، وغيتزاد المشكل. واخا نجاوبك لا؟ مرحبا. واخا الله يعطيك الصحه. شكرا. مرحبا مرحبا مرحبا. طيب شوف معنا اول حاجه. تفضل. نعم، اول حاجه اختي سكينه، شوف الله يرحم لكم الوالدين، حنا راحنا في 2023 باش نهضروا فيما هو وقايه وفيما هو علاج. الحديد راه عنصر غذائي كاين في الاكل، صافي. لما يكون عندي انا فقر الدم راه ماشي الحديد فقط، راه ندير اجتهاد ونعرف انايا واش فريمون الحديد ولا حاجه اخرى. راه الحديد كاين في الهيموغلوبين نعم، ولكن راه فقر الدم ماشي حيت الهيموغلوبين فيها الحديد اذا فقر الدم الحديد، ماشي حيت التي 3 والتي 4 فيهم اليود اذا الغده الدرقيه هي اليود. الحديد هو سيدي ربي، الحديد كيعشق الاكسجين. علاش ملي كدير شي حديده على برا كتصدى؟ لان كيعشق كيتاكسد، كيعشق الاكسجين. سيدي ربي حط لنا الحديد باش يشدنا غير الاكسجين، باش داك الكريه الحمراء تهزنا الاكسجين تديه للخلايا. هذا لا يعني نعم الهيموغلوبين لم هو الحديد، هيموغلوبين نعم هو مكون الكريات الحمراء، ولكن راه واحد من العناصر اللي تصنع الكريات الحمراء. والكريات الحمراء بما كاين كتجي من الدم، يعني تصنيع الدم. خصنا نفرقوا بين ان الحديد مكون ديال الهيموغلوبين وتصنيع الدم.
تصنيع الدم راه لان ملي كيكون الناس عندهم فقره الدم راه كيكون عندهم ان بروبليم او نيفو ديال ليماتوبوييز، انتاج الدم. الدم فيه بزاف ديال العناصر، الكريات الحمراء الطاكسيه ديال الاكسجين، الكريات البيضاء الثكنه العسكريه اللي كتحمي لنا الجسم، الصفائح الخياط اللي كيخيطوا لنا الى تجرح شي واحد. هادو ما في كيتكونوا في الموال اوسوز في النخاع العظمي، والنخاع العظمي باش يصنع الدم ماشي غير الكريات الحمراء، الدم كامل خاصو الحديد وخاصو النحاس وخاصو الزنك وخاصو البي 9 وخاصو البي 12. حيد انت ينقص لك البي 12 يجيك فقر الدم، ينقص لك البي 9 يجيك فقر الدم، ينقص لك الزنك يجيك فقر الدم. ها هي السيده، والدليل شنو هو؟ ها هو السيده قدام بدات من شهر 7 الحديد، يعني ملي كنقولوا 7 يعني 7 و8 و9 و10، يعني حنا دابا راه فات 120 يوم. الناس غايقول لك علاش 120 يوم؟ علاش ملي كدير كيعطيك المختص الحديد كيقول لك من هنا 3 شهور ولا 4 شهور عاودي التحليل، علاش ما تعاودهاش غدا انت بديتي حديد؟ لا، كتجي جينيراسيون جديده ديال الكريات الحمراء كتبغي، و120 لان الكريات الحمراء كتنتج في النخاع العظمي، كدوز 120 يوم كيشدها الطحال، كيقسم داك ليمو جلوبين، ليم كيشد الحديد، كيشد داك جلوبين داك البروتين، كيعاود يرد الروسيكلاج. هذا لاغات، هذا الدور ديال لاغات، وكيعاود الروسيكلاج. الوغ ها هي دوزنا حنا 4 شهور، اي بورتون السيدة زادها فقر. واش فقر الدم هذا حديد؟ هذا السؤال المطرح، واش هذا حديد؟ عاد اون بليس مين نعطيو حنا ان كومبليمون، لان بالمناسبه الحديد راه ماشي دواء، الحديد راه ان كومبليمون اليمونتير. وفي القانون قبل الصحه في القانون كاينه واحد لا ديفيرونس كبيره بين ان ميديكامون وان كومبليمون اليمونتير، لان لو ميديكامون في القانون خصك تثبت الفعاليه ديالو والاعراض الجانبيه، في لو كومبليمون الا تثبتي غير الفعاليه ديالو صافي راه كيتحط. خصنا نفرقوا، مي كنقول خذ دواء راه الحديد ماشي دواء، الحديد ستان كومبليمون. انا مين نعطيه انا الحديد لواحد الشخص عنده مشكل خصني نقول له تحرك، علاش؟ لان الحديد الى تصادف مع الكونديدا البيكون، الكونديدا البيكون كتكونسوميه وكيطلع العدد ديالها وكيعطي وسد يعطيك الخروج اللون ديالو كيتبدل. تبدل علاش اللون كيتبدل؟ لان كاينه لوكسيداسيون، لوكسيداسيون الحديد راه كيتاكسد. يعني شنو معنات ان الخروج ديالك اللون ديالهم بدل؟ معناك انك خديتي كثار من الحاجيات ديالك، وداك الحاجيات حاولي اكسدها الجسم. مي كاينه حديد واحد اخر اللي كلاتو الكونديدا البيكون، مي كتاكلو الكونديدا البيكون اش كيوقع؟ كتوقع مالابسوربسيون. شنو هي مالابسوربسيون؟ قله الامتصاص، وكتولي تاخذ لك كل العناصر، وكيولي اللي كليتيها جسمك يستافدش منها، وتقدر تمشي داك الشوت ديال لو بوا، هبط لك الوزن مباشر. اش شنو خصنا نديرو؟ جرتو علاش المختصه ذكيه صيفطات السيده عند الكاسترو؟ علاش؟ باش نشوفو واش كاينه الاش بي، واش كاينه الكونديدا. اذا اختي الكريمه ام ديالك خصك الاش بي والكونديدا، نديرو التحليله ديال الاش بي والكونديدا. فيما يخص النظام غير هاد الوزن اللي كيهبط 20 كيلو خصنا نقلبو منين جاي؟ هي دابا دار التحاليل، الخزان مزيان، اش بي ا ان سي مزيان، نيموغلوبين هابطه، اذا كاين ان بروبليم او نيفو ديال لابسوربسيون ماشي ديال الحديد، ديال لابسوربسيون. واخا دونك انا بالنسبه لنظري ترجع عند المختصه ديالها تقول لها هذا المعيار اكيد غتوقف لها الحديد. علاش؟ لان ما عطاش نتيجه، والحديد راه رياكتيف، راه متفاعل، وتفاعل ديالو كبير بزاف، وقدر يسبب لنا العديد من المشاكل. فانتظار انها دير التحليله ديال الاش بي ودير التحليله ديال الكونديدا، الى لقاتها بوزيتيف كاينه حلقه خاصه على الكونديدا وكاينه حلقه خاصه على الاش بي، ما فيها باس ترجع للارشيف وتصنت لهم ان شاء الله اتي تغوبوزي، وتخرج لنا نصائح ان شاء الله اللي ممكن انا نستافد. ما دايوغ حتى 70 كيلو راه بزاف، يعني لو وصلت لذاك يعني نقولوا 57 61 62 راه مزيان. حنا 70 ملي كتكون الانسان 70 يعني 70 راه الوزن شويه زايد، مي 63 كاع حتى 64 الوزن راه وزن جيد جدا. مرحبا مرحبا. طيب ناخذوا معنا مكالمه مواليه، وكنرحبوا بجميع اوفياءنا الكرام بطبيعه الحال، ودائما معنا الاستاذ محمد احنيمي باش يجاوب على كل الاسئله ديالكم. مرحبا بكم. ناخذوا لاله جميله من مراكش، تفضلي لاله. مرحبا.
اللي جميلة جميلة. طيب نقطع الخط، ناخدو لحسنة من تاونات. صباح الخير للحسنة. للحسنة صباح الخير. الو، للحسنة أهلا وسهلا. اهلا، السلام عليكم. مرحبا بلالا، كنسمعوك. الله يرحم الوالدين، الله يخطيك. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله، الله يجزيك بالخير. الله يخلي والدي. شكرا استاذ احليمي بزاف الموقف بارك ديال الله فيك. بارك الله الله فيك يخطى لله. علينا، والله الصراحه الله يخطى علينا. مرحبا، تحيه للناس التونات. ربي يخليك، الله يخطيك، الله يرحم الوالدين. مرحبا. قلت لك عندي واحد السؤال. انا كنت دوزت واحد الازمه صحيه، خير ان شاء الله. انا مازال متبع الدواء وكل شيء، ولكن عندي نقص فيتامين دي ايوه 13.74 ناقص. واخا واخا كان نتبع هذيك الفيتامين دي وكل شيء، ما كاينش تحسن. ديما ديك المفاصل كيحرقوني، يعني ديك ديال ماشي، واخا ما رجعتش النشاط ديالي كما في الاول والو. واخا واخا ان شاء الله. واخا واخا لا واخا لا واخا، نجاوبك ان شاء الله. مرحبا. الله يرحم الوالدين، الله يخرتك علينا، الله يرحم الوالدين. شكرا شكرا. مرحبا، تفضل. جيد دونك، انتم الله يخطيكم علينا صراحه. اولا تحيه للناس التونات، وعلاقه بالموضوع ديال اليوم، الناس ديال التونات عندهم زيت الزيتون من اجود انواع الزيتون. عندهم شجر زوين بزاف كاع، عندهم الشجر اللي الناس باقيين محافظين على الاصاله ديالهم. الدوار اللي كتشوف باقي الناس كيدرسوا فيه بالبهايم، وباقي داك النوادر، وباقي داك اللوح، وباقي الشواري، وباقي البردعه، وباقي الناس كيهزوا هاد الشيء هذا فوق البغال وفوق. هذه ثقافتنا خصنا نروجوها، والسياحه خصها تمشي في هذا الاتجاه هذا. يعني ما شاء الله. فالاخت الاخت الكريمه، بالنسبه لفيتامين دي، ان شاء الله انطلاقا من الاسبوع الجاي لحينا الله، من يوم الاثنين حتى الجمعه كاملة غتكون عندنا حلقات على الفيتامين دي. يعني راه ما نقدروش نديروا حلقة واحدة على الفيتامين دي، مستحيل، أو لا قسمين أو لا ربع ساعة أو لا، باش نتناولوه من جميع الجوانب. 13 نانو غرام في الفيتامين دي ناقص. يعني فوقاش كنبدا نقول الفيتامين دي راه دارت لا كوريكسيون ولا مزيان، مي كنفوتوا 35 نانو غرام. 35 نانو غرام جيد، 13 نانو غرام غتكون عندنا يعني ماشي اكتئاب، ولكن اكتئاب غير مشخص. راه بعض المرات الناس ما كيعرفوش شنو واقع لهم، ضبابيه في الافكار، الام في المفاصل. فيتامين د خوتي، راه الخليه كتحتاجو كيف ما كتحتاج الاكسجين. ما كاينش شي خليه، باش ما نبقاوش نقولوا نقص فيتامين د كيعطي هادي وهادي، ونقص فيتامين د كيعطي كل شيء. جميع الامراض وجميع المشاكل الصحيه تجيك إلا كان عندك نقص فيتامين دي. سد نيفك وسد فمك وما تنفش، يعني هذاك النفس، الخلية تتنفس الفيتامين دي، هذه ما فيهاش يعني نقاش. وبالتالي الفيتامين دي عنده علاقة، كانوا الناس كيقولوا الأسطورة ديال أشعة الشمس، وإحنا المغرب إحنا تبارك الله مشمس. تخيل إنسان دابا لو كان فقط، أقول فقط، لو كان فقط اشعه الشمس هي المشكل في الفيتامين د، راه كان دابا الاجسام ديالنا راها مشارجيه بالفيتامين د. حنا دوزنا 6 و7 و8 و9 و10، هي تبارك الله اشعه الشمس، ليس فقط اشعه الشمس. اشعه الشمس الالترا فيولي بي كضرب فوق لابو، لابو فيها واحد لو سيكل ديال الكوليسترول. ها الناس اللي كانوا كيحاربوا الكوليسترول، احنا رجعنا ولينا نهضروا على الكوليسترول. واحد لو سيكل ديال الكوليسترول، هذاك لو سيكل ديال الكوليسترول كيتهرس، مي كيتهرس كيجي واحد بروتين سميتو فيتامين دي بندان بروتين، كيديه في الدم. فين كيديه؟ كيديه كيتفعل في الكبد، وكيتفعل في الكلاوي، كيكون فيتامين يتحول الى هرمون. غادي خصنا نشيروا لها مين نهضروا على الفيتامين دي، بعد هذاك السميه خصها تبدل. علاش؟ لانه هرمون، هو هرمون، طبيعة هرمونية، ليس بطبيعة هو فيتامين، هو طبيعة هرمونية. فهاد الهرمون هذا شنو سميتو؟ سميتو الاسم العلمي، مي كتمشيو ديروا التحليل. دابا راه كنهضروا الناس، راه كاملين ولاو كيعرفوها الناس، مي كتقولوا الانسولين ولاو كيعرفها.
مي كتقولوا الخزان الاش بي ان سي، بعض الناس يقول لها اسم بالفرنسيه، لا ولاو الناس كيعرفوه، عارفوا التحليله مكتوبه فيها الاش بي ان سي، هذاك عارفوا بلي سميتو الخزان. الفيتامين دي الاسم العلمي ديالو مي كتمشيو تكتبوه مي كيكتبوه الاخوان المختصين سميتو شنو كيكتب؟ كيكتب لك 1.25 دي هيدروكسي فيتامين دي، هذيك فاصيله ماشي فاصيله الرياضيات، لا غير واحد بوحده 25 بوحده، اش كيتسمى 1.25 دي هيدروكسي فيتامين دي. الناس غايقولوا علاش كنقولوا هذا الشيء هذا، لان اخوتي هذا فيتامين مي كيسالي من الكلاوي ومن الكبده، كي خصها تكون عندك لا تيغويد وبالخصوص الباغا تيغويد. احنا من الفيتامين دي صدقنا في مشاكل في لا تيغويد، لا بليبار الناس عندهم مشكل دابا في لا تيغويد، غيكون عندك مشكل في علاش عندنا عاوتاني مشكل في لا تيغويد؟ لان لا تيغويد في الجدول الدوري الكلور ولا والفليور هادوما يعني في الجدول الدوري العائله كيتسموا لي زالوجين. الناس دابا غايشوفوا حنا مشينا من هادي دزنا الكيمياء دزنا راه هذا هو علم التغذيه، راه ماكش عندك هاد الشموليه هادي ما فيها باش نزيدو نقراو واخا. فكتمشي للطابلو بيريوديك الجدول الدوري، الجدول الدوري غتلقى الكلور وغتلقى الفليور من نفس لي زالوجين، نفس العائله ديال اليود. شنو كيوقع؟ الناس دابا كيحكوا سنانهم بالفليور خا، كيحكوا كتلقاو البي بي ام، هذيك البي بي ام اللي كاينه في الدونتيفريس هذه هي بارتي بار مليون، كتشد الدونتيفريس ديالك وتعطيه انت لولدك يحك به سنانه. هاد البنيته هذه كون متاكد في 12 عام غدير لك مشاكل في الغده الدرقيه وغدير لك دينوديول في الغده، هذا واقع خصنا نكونوا عارفينه. الكلور دابا انتم كتشوفوا بزاف شنو كيوقع؟ كيوقع دي ميميتيزم، سكون ابل لو ميميتيزم موليكولار او لا سيميليتود موليكولار. اش كيوقع؟ اوليو الهرمونات ديال الغده الدرقيه يكون فيهم اليود، كيدخل الكلور ولا كيدخل الفليور؟ مشكل في الغده الدرقيه، مشكل في الغده الدرقيه، مشكل في الغده الجار درقيه. عندنا اربعه وكاين اللي عندهم ثمانيه. الغده الجار درقيه كتفرز البي تي اش الباغاتوغمون، والباغاتوغمون هو اللي كينشط لنا الفيتامين دي في المرحله الاخيره ديالو. علاش؟ باش يولي 1.25 دي هيدروكسي فيتامين دي، 1.25 دي هيدروكسي فيتامين دي. اللي عندهم مشكل في الغده الدرقيه هذاك الان شنو حنا في الكيمياء كنعرفوا 1.25 يعني الكربون واحد والكربون 25. اش كيوقع؟ اوليو باش يمشي يحطوا في الكربون واحد كيحطوا في الكربون 24، كيولي عندك انت اوليو باش يتسمى 1.25 فيتامين دي كيتسمى 24.25 دي هيدروكسي فيتامين دي. وهذا الشيء اللي عند الناس، والناس هذا الفيتامين دي هذا غير مفعل، وكتبقى انت تشرب في الفيتامين دي تشربها. الدليل ها هي الاخت هي يعني فيتامين دي راه لي توكسيك، فإلا كبرتي في لادوز ديالو راه يدير لك مشاكل. ها هي كتاخذ فيتامين دي اي بورتون كتمشي دير التحليله من بعد واحد 3 شهور ولا 4 شهور كتلقى الفيتامين دي. علاش؟ علاش واخا شخصنا هذا عنده فيتامين دي عطيتيه الكومبليمون ماشي دواء، وماشي دواء هذا كومبليمون اليمونتير، رجع لك لقيتي باقي الفيتامين دي 10 نانوغرام بالعكس هبط، شنو كنفهموا منه؟ واش المشكل في الفيتامين دي في حد ذاته؟ الفيتامين دي غير منشط، وبعض المرات او نيفو سيلولير ما كيقدرش الجسم يفعل الفيتامين. هادشي كامل هذا غادي نطرقوا له بالتفصيل باش نعطيو والفيتامين دي الحلول دياله كومبليمون في العديد من الامور، و90% هو غذائي ونمط حياه، نمط حياه يعني 100%. ان شاء الله الى حيانا الله من بعد الاسبوع المقبل، بعد هذا ان شاء الله الاسبوع المقبل اسبوع كامل على الفيتامين دي كما درنا على القولون العصبي، عندي اسبوع كامل على الفيتامين داك الساعه. من بعد داك الاسبوع الانسان يبدا داك الساعه غنشوفوا هاد الفيتامين دي واش غدير له لا كوريكسيون ولا ما غديرلوش لا كوريكسيون. اما باش نبقاو غاديين هكايا يعني خد هادي، ها الناس دابا كياخذوا، لا ماشي ضد ولكن بعقلانيه نعرفوا بعدا شنو واقع نعرفوا، لان المونك دو فيتامين دي هذا ستان دياغنوستيك ستاد واحد ستاد ان، ولكن خصني ندوز للدياغنوستيك واحد اخر. علاش؟ لان واش عندي مشكل في الكبده، واش عندي مشكل في الكلاوي، واش عندي مشكل في الغده. انا عندك الكلاوي مثلا، عندك مشكل في الكلاوي، احنا نجيو لفقر الدم. الا عندك مشكل في الكلاوي عندك فقر الدم، الناس غايقولوا علاش؟ كاين هرمون تفرزه الكليه سميتو الاو بي او اريترو بويتين، هذه الا ما عندكش عندك فقر الدم. الحديد ما هو كاين الحديد، ما عندك لو بي او. علاش الناس اللي عندهم الدياليز كيمشيو يديروا واحد لانجيكسيون، هذاك لانجيكسيون شنو هي؟ سي لو بي او لي ريتروبويتين
ما عندكش لي غيتروبويتين واخا تلقى تشرب الحديد حياتك كامله. هذه هي لا بريفونسيون وهذه هي التغذيه، ومن هنا خصنا نمشيو. نقطه علاقه بالموضوع ديال اليوم، الناس غيتسالوا على الزيتون والشجر ديال الزيتون البلدي. نعم الشجر ديال الزيتون البلدي كاين، وحنا شخصيا كأكاديمية درنا اتفاقيات مع الشباب وشجعناهم انهم يعاودوا ينتجوا، وداك الشيء اللي كان عاودوا مثال مثلا ديال الشباب في بلدة اسجن في النواحي ديال وزان وفي مولاي ادريس زرهون، شباب اللي داروا مشاريع عندهم جميع الاشجار البلدية ديال المغرب، وهذه بشرى للمغاربة. الكرموز ديال المغرب بالانواع ديالو، القوطي، الطبلي، العنق حمام، الغدان، الغاني، كذلك عاود الزيتون. الزيتون هذا الشروط اللي كنحطو حنا كاكاديميه باش نتعاملوا اننا نلاقيوهم مع ناس اللي ممكن ياخذوا، خاصك تخدم داك الشيء ديال المغرب داك الشيء. وداروا الزيتون وعندهم الالاف ديال الاشجار ديال الزيتون، زيتون مغربي بلدي، والناس راه يعني ربطنا احنا الدور ديالنا كاكاديميه شنو هو؟ انت كتنتج واحد الحاجه زوينه، لاقيك مع واحد السيد طالب حاجه زوينه، مي كيتلاقاو كنقولوا لهم السلام عليكم، صافي هذا الدور ديالنا لا اقل ولا اكثر. شباب اللي شجعناهم داروا مشاريع في المنطقه ديال وزان في اسجن، في المنطقه ديال مولاي ادريس زرهون، المناطق المغربيه كامله. احنا الحمد لله في اشتغال مستمر من اجل اننا نتمنوا بهذا الزيتون ديالنا، وكاينين اشجار الزيتون بلديه اللي كتعطي، كتبدا العام الاول الثاني الثالث كتبدا تحلم تعطيك واحد شويه، الرابع غير كتبدا تعطي ديك الساعه كتولي غير الفراجه، كتولي كل عام. احنا كنقولوا الناس الشجره خدم عليها، ميت سالي للغله خدم عليها، زبرها، دير لها الجير، دير لها هذه العنايه ديالها باش العام اللي وراه عاوتاني تعطيك الزيتون، وزيت الزيتون اللي يكون ذو جوده عاليه. نعم شكرا لك استاذ، واكيد انا الموعد متجدد بك باذن الله غدا. مشكور جزيل الشكر، كان معنا الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه.